مرحبا. اهلا انت سميحه. معقول هذا اخر يوم رح نشوفك فيه هون بالمحل؟ ايه هاي اخر مره رح تشوفني بس هون. طيب رح نلتقى ان شاء الله. على فكره انا بحبك من ايام ما كنت بالجامعه. أنا آسفة، شكل اليوم تقلت عليكم شوي. لا عادي مدام، المهم إنه التقى الخاتم. صدقيني القصة مو قصة فلوس، بالعكس يعني أنا عندي قيمته المعنوية كتير غالية علي. إيه لا مبين مدام، يلا ما في مشكلة، المهم إنه لقيتي للخاتم. الحمد لله، بصراحة لو اليوم ما التقى الخاتم كان عادي توصل بيني وبين زوجي للطلاق. لا، عن جد؟ سبق وقلت لك انه زوجي كتير صعب، يعني تخيل كتير بيغار علي، ما بيخليني افتح باب البيت وهو مو موجود. بتعرفي كتير بحبني وبيغار علي، شو اعمل يعني؟ وبنفس الوقت انا كتير بحبه وما فيني اعيش من دونه. بس لا تفكري انه زوجي بخيل، لا ابدا، زوجي اكرم من حاتم الطائي ذات نفسه. ايه طبعا هو كتير بحبني وبيغار علي، فمنشان هيك اي شي بصير معي بكون كتير ملبك، وأنا نفس الشي بحبه كتير وبغالي عليه. مبين مدام. صدقيني مبارح ما نمت طول الليل، الحمد لله بحمد الله أنه زوجي كان بأبو ظبي، لأنه لو رجع وما شاف الخاتم بإيدي كانت رح تصير مشكلة كبيرة. لا إن شاء الله، لا إن شاء الله خير. يلا المهم أنه التقى الخاتم وحيصير معك قريبا. يا ربي ما يرجع من أبو ظبي إلا لرجع الخاتم. يا الله، هو بيشتغل هونيك بأبو ظبي؟ لا، في فرع للشرطة بأبو ظبي وبضطر كل ثلاثة أيام يسافر لهنيك. احنا وصلنا ما هيك؟ ايه خليني اتأكد من العنوان.